تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. وفي هذا الإطار يواصل معبر رفح فتح أبوابه لدخول المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة وإدخال أطنان المساعدات واستقبال الجرحى. لم تتوقف مصر عن دعمها الثابت للأشقاء في قطاع غزة عن طريق استمرار إدخال الشاحنات الإغاثية للقطاع. استطاعت مصر حتى الآن أن تدخل ما يزيد عن 4000 شاحنة من المواد الإغاثية المتنوعة عبر بوابتي معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم، ومنها أكثر من 20000 طن من المواد الغذائية و20 أخريات من المستلزمات الطبية، فضلا عن ما يقرب من 11000 طن من المواد البترولية. ولا يقتصر الأمر على الشاحنات الإغاثية فقط، فقد دخل إلى المستشفيات المصرية ما يقرب من 4000 من المصابين الفلسطينيين، وتم توزيعهم على عدد من مستشفيات العريش ورفح والقاهرة. ويعد معبر رفح المصري من أهم المنافذ البرية لقطاع غزة، والوحيد الذي لم يغلق أبوابه أمام الأشقاء منذ بداية الحرب. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. We'll be right back.